الخبير الدبلوماسي الدكتور عمر حلوي أضاء لتلفزيون لبنان على بعض جوانب المسار الترسيمي. يتضمن هذا المقترح بداية السماح للبنان بامتلاك كامل حق القناة اللي نحن نجهل تماما مخزون من الغاز والنفط، مقابل أخذ الجانب العدو الإسرائيلي الخط 29 وكمل خط كامل حق الكرش. طبعا نحن بنعرف في اتفاقية 1923 بأنه الخط 29 هو حق دستوري وقانوني للأراضي اللبنانية. طبعا اليوم كان في شروط بالاقتراح بأن تسمح لشركة توتال أن تقوم بالتنقيب والاستخراج للصالح اللبناني مقابل مفاوضات لا نعلم قد تكون مجهولة بالنسبة لنا، هو حصول الجانب الإسرائيلي على تعويضات مادية من شركة توتال مقابل السماح للشركة بالاستخراج لصالح اللبناني. طبعا هذا اليوم الترسيم لصالح الجانب الإسرائيلي، واضح بأن المفاوض هوكشتاين كذلك وضع هذه الشروط للصالح الإسرائيلي، وهذه الشروط والترسيمات المخول والخبير في ترسيمه هو القيادات العسكرية اللبنانية اللي هي تملك كامل الخرائط وكامل المعلومات عن الترسيم، وأخشى ما أخشى بأن هذا الترسيم بداية لاعتراف أو بداية لتطبيع، وهذا الأمر الخطير الذي يشوب هذه الاقتراحات أو المقترحات التي وضعتها إسرائيل. لذلك لابد اليوم من الوقوف عند نقطة الانطلاق اللي هي الحدود البرية البيوان. الجانب الإسرائيلي طلب عدم ربط الترسيم الحدود البحرية بالحدود البرية، ونحن نعلم تماما بأنه عندما يقوم أي جانبين بترسيم ينطلق من النقطة البرية.